سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحه جيده. نرحب بكم كامل في قناتكم اللي هي قناه المبتدئات مع ام رؤيا، ونشكر جميع المبتدئات الجدد اللي دخلوا معنا. نقول لهم اهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم الكنز، القناه الرائعه اللي توفر لكم جميع الدروس وجميع الافكار الذهبيه اللي راح تسهل عليكم هذه الحرفه. حبيباتي اليوم حندير لكم فيديو رائع ان شاء الله، ربى للعيد ما شاء الله تصلح لجميع مناسباتكم ان شاء الله اللي راهي جايه. الموديل هذا نحتاجه كيما راكم تشوفوه مترتين كتان قماش اطوال، كان يقولوا لا فيبران، كل واحد كيف يسميه. خاطر سالوني الاخوات على نوعيه القماش، القماش هذا راهو كتان، طبيعه الكتان يعني بارد في الصيف، جاي هكا خفيف ورهيب كيما راكم تشوفوه. عندنا القالون هذا تاع الفراشات شريته هكا لاصق وفصلته كيما راكم تشوفوا، شريت متر 90 ألف، وشريت هذا الشنشونات هذو الوحده 2500. هيا تفضلوا معايا حبيباتي نشوفوا مراحل تفصيل الموديل هذا الرائع اللي باكمام جد رائعه. تفضلوا معايا. اول حاجه حبيباتي نطوي القماش بالطول، حفا الحفا بالطول، يعني القماش كيما نحسبوه على الطول تاعنا، كي نهزوا القماش هكا الحافه من فوق والحافه على الرجلين، هذاك هو الطول في نظري انا. نطويو الطول على اثنين كيما هكا نتحصلوا على الحافه على الحافه. انا طويت وقسمت نحيت الطول مرغوب السيده زايد 10 سنتيمتر، لانه الموديل هذا فيه قصه. دوكا حنطبق طريقه الداخل في الخارج، دوك نحط لكم الرابط تاع طريقه الداخل في الخارج في صندوق الوصف، ونضع لكم كيفاه ثاني تعرفوا الخطوط وطلعوا باترون اساس. نحط لكم الروابط هذو اللي حتسهل عليكم الخدمه ان شاء الله. دوك انا دوك ندير طريقه الداخل في الخارج ونرجع لكم. وطيت الداخل في الخارج وتحصلت على الشكل هذا، هذا الامام وهذا الخلف. كاين اخرين يحكوا القماش يطويو على ربعه هكا بالطول ويقولوا باللي هذا هو الداخل في الخارج. نوضح لكم الصوره باللي هذاك ماهوش داخل في الخارج، هذيك الفصاله تاع طي القماش على ربعه فقط وهي بالطول. وللاخوات اللي حابين يفهموا مليح، عندي درس في القناه اسمه انواع الطيات اللي لازم تعرفوها. في الدرس هذا حتعرفوا درس 7 على ما اظن الدوره التدريبيه، في شرح كامل انواع الطيات باش تفهموا مليح وما تتخدعوش في الدروس وتتبعوا برك تهزوا في الغلط. هذه هي طيه الداخل في الخارج. والله كيما قال لي تعليق، لقيت تعليق قالوا لي بلي هذه الفصاله تاع لي تروا بانو، وصح هذه الفصاله تاع لي تروا بانو، يعني بانو من قدام ودو بانو من ورا كيما هكا، هاو بانو من امام وزوج بانوات من ورا. صح في التعليق هذا والله ما شفت شكون قاله لي، صح هذا هو الاسم الحقيقي يعني الفصاله، بصح كي راجت بالاسم هذا تاع الداخل في الخارج مشينا فيها ونقولوا كل طريقه الداخل في الخارج، وكنا نقول لها بكري الفصاله بالتنكيس، تنكيس القماش. انا نكمل دوكا المراحل ندير باترون اساس ونرجع لكم، ودوك نحط لكم ثاني الرابط تاعو في صندوق الوصف وتبعوا معايا المراحل. راكم تشوفوا حبيباتي انا رسمت باترون اساس لهذا الفستان، درت نصف الكتف عيد، خط التركيز اللي هو 22 سنتيمتر، وحطيت هنا ربع الصدر زايد حق الخياطه، درت ميل الكتف ورسمت الحرده كيما علمتكم بهذا الشكل. ارجعوا بك للفيديو اللي قبل راهم في الشرح المفصل. عين هنا ثاني حاجه، عين طول طي اوت السيده هذه هبط من لهنا 39 سنتيمتر، وعين هذا الخط خط لطي اوت هذا راكم تشوفوا فيه، وجيت هنا حطيت ربع الخصر زايد حق الخياطه، عفوا زايد 3 صباع حق ربع الخصر زايد 3 صباع باش نديرو لي بانس هنا في الخصر. زدت حكمت المسافة هذه قسمتها الى 2 وطلعت من لهنا في 2 سنتيمتر، ورسمت الميل اللي راح نقص فيه كي نحب نقص.
مادامو هذا لا طايقو تهبط منا من خط هذا اللي هنا ب 24 سنتيمتر، وحط لقيت خط الارداف اللي حطيت فيه ربع القيس ديال الارداف زايد حق الخياطه اللي هي 2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر، وصلت ما بين النقاط كما راكم تشوفوا بكل بساطه ووضوح. هاي نعاود باش يبان لكم. جبت هنايا الطول الكلي لنهايه الفستان، قسمت المسافة هذه إلى 2 كما راكم تشوفوا. أنا قبل الساعة عينت الطول المرغوب زايد حق الكفة، ووصلت للطول اللي جيني هنا بهذا الشكل. أنا متعودة نديرو معاكم. طلعت بزوز صباع وقسمت المسافة هذه إلى 2 ورسمت الميل تاعي بكل بساطة، لأن الفستان دايما نقولكم الفستان ماهوش مستقيم لتحت. توصلت ما بين النقطة تاع مايل الفستان وخط الأرداف خط مائل. دوكا نبص هذا المكان كيما تشوفوا، قصيت الباترون، باترون أساس بقالي هنا غنقص في الخصر. ما لقيت روحي ما زدت ما عينتش لي بانس. أنا دوك نعين لي بانس ونحط لكم الرابط تاع تعيين لي بانس في صندوق الوصف ونرجع لكم. بعد ما كملت عينت لي بانس وقصيت قصت الخصر امام والخلف راهم كيف كيف، قصيت لي بانس كما راكم تشوفوا. بقالي دوكا نفصل فتحة الرقبة. جبت القالون اللي عندي، الفراشات اللي عندي بهم اللي حنفصل فتحة الرقبة. وفتحة الرقبة هنا كيما الامام كيما الخلف، حاجة شوي مفتوحة كما راكم تشوفوا. حنتبع من الفراشة وندير بها لاكوب تاع الرقبة كما راكم تشوفوا. راني حاطة الفراشات، كنا نقرب لكم دوك هكا تشوفوا. نتبع الفتحة أولا، الفتحة تاع الرقبة تجي فيها 13 سنتيمتر هكا، نعين 12.5 احسن 12.5 سنتيمتر هذا الشكل كما راكم تشوفوا. نتبع لاكوب تاع الفراشة، هي اللي راح تدي لي فتحة الرقبة. راني حطيت معاكم هنا فراشات ونتبع بهذا الشكل باه من بعد كي نخيط تجيني ما شاء الله كما هكا. كي نرسم نخلي حق الخياطة، وهذا وكأنه حق الخياطة، سما نفصل هكا بالشكل هذا. دوك تشوفوني كيف نقص وتجي ما شاء الله لاكوب. نقصو شفتوها خرجت هايلة بلا حسابات وبلا حتى حاجة وحدة أخرى تقلقكم. كي بعد في لافينيسيون راح تلقاوني نديرلكم هادو الشنشونات هادو كيما هكا تحت كل فراشة. الطريقة هذي وراح يجي موديل قمة في الروعة. ديت الخياطة حبيباتي، درت الساعة طبطين الأمام والخلف كما راكم تشوفوا راني مبطنة. دوك نحط لكم الرابط تاع الطبطين الناجح في صندوق الوصف لتحت مع الروابط الأخرى. وركبت الفستان كالعادة، الشي اللي حكمتو بلي زيبانغ كامل خيطتو وسرجيت كما راكم تشوفوا. كل قطعة أنا نسرجيها وحدها، هذا الجزء العلوي وحده وهذا السفلي باش في الوسط تلقاو الخياطة كما هكا. حتى الامام درت له كيما نفس الطريقه. دركا واش نديرو؟ نطوي هكا الطبطين من الداخل للامام، نفيني فتحه الرقبه مليح من الامام كيما راكم تشوفوا ونخيطها، ومن بعد ندير ملاقات الكتف. بعد ما فينيت فتحه الرقبه خيطتها كيما راكم تشوفوا. بديت نحط في لي بابيون معاهم هذا الشنشونات هذو. قبل ما نلصق بابيون الاخرى نجيب الخلف ندير ملاقات الكتف الناجحه. وملاقات الكتف الناجحه دوك نحط لكم حتى هي الرابط تاعها
في صندوق الوصف باش تفهموها مليح مليح. كيما هكا نخيطوا الجهتين مع بعض. كي درت ملاقات الكتف الناجحه حصلت على الفستان بهذا الشكل. هذا الخلف اهو، هذا هو الخلف، ما درت له والو، خليته سامبل. وهذا الامام كملت لي بابيون، لصقتهم لي زيبانغل، جيت هنا للخصر حطيت البابيونات هذو اللي بقاو. دوكا بقى لي غير نثبتهم بالمكانه ونركب الاكمام. هذا مكان الفستان تاعنا كمل. نجيو للمكانه ونبداو نخيطو في لي بابيون كيما هكا. تهزو هذه، كاينه اللي فيها زوج، كاينه اللي ما فيهاش، فيها وحده فيها زوج، فيها الولوات هنا وهذه ما فيهاش. هكا هو هكا مخدم الخدمة. خيطو عادي هكا، تفوتو على هذه، باش نشوفو على هذه ثاني تخيطوها هنا مليح على البابيون. ما كلش يتثبت مرة واحدة، نطورو. كمل هاد الطريق كامل حتى الجهة هذه منا، وبعد نعاود هذه وحدها، الجهة هذه وحدها، كمل بالشكل هذا باش منظهرش نرجعو نقطع، ندور، ونخيط، نتمنى لي حكومة مليح، عطاني الخيط، هكا ونكمل. كمل دوكا هذا اللي في فتحة الرقبة مع بعضهم بالشكل هذا باش يجيو مسهلين. لازم تعلمو تخيطو كل شيء فرد مرة. نكمل أنايا نثبت هذه الدالة وزيد نخيط تاع الخصرة ونرجع ليكم نقولكم واش نزيد ندير. بعد ما كملت تثبيت الأكمام هذو اللي درت لهم فيديو خاص في برنامج فكرة كما راكم تشوفوا، أكمام رائعة بربي إن شاء الله تعجبكم على الموضة بطريقة سهلة وبسيطة دائما مع أم رؤيا. حبيباتي دوك ندير نحط لكم الرابط تاع فكرة الأكمام في صندوق الوصف، تطبقوها إن شاء الله وتخرج عليكم. هذو هما الأكمام. كملت انا الفستان، زدت له هنايا حجرات في البابيونات هذو اللي ما فيهمش، خيوتكم وحده فيها لولو وحده ما فيهاش، درت لها حجرات. كملت كامل، غلقت الفستان كما راكم تشوفوا في الجهتين، حددته. دوكا نروح نلبسو المانكا وتشوفوا الشكل النهائي. فاجأ فستان وجد جا ما شاء الله، فستان قمة، فستان رائع للمناسبات، للعيد، للقعدة، وحتى لأفراحكم تلبسوه وانتم رايحين بارد وباهي، وحاجة جديدة ما تلقوهاش في قناة أخرى، تلقوها غير في قناتكم الكنز، القناة الرائعة اللي تتمنى دائما تدخلوا عندها وتابوني ومعاها باش تكبر عائلتكم. حبيباتي انضموا واشتركوا قناة كنز، قناة تتمنى لكم دائما الجديد وتوفر لكم المفيد في كل وقت. شوفوا الفستان جاء بسم الله ما شاء الله، وخاصة هذا الكم الرائع، الكم هذا الجميل اللي عنده طريقة رائعة وبسيطة مع أم رؤيا. راني درتها لكم في برنامج فكرة بكل وضوح. دوك نحط لكم رابط هذا الكم في صندوق الوصف. حبيباتي جاء هايل موديل بسم الله ما شاء الله، نتمنى تديروه وتبعثوا لي نشوفوا في الجروب ولا في الخاص تنجحوا فيه. خلف تاعك فجأة سامبل وباهي ما شاء الله. شوفوا الجمال تاع الكم، انا عجبني الكم، انتم قولوا لي رايكم في التعليقات. رائع، كم جميل جدا. شوفوا فتحه الرقبه من الخلف ما درت لها والو. انتم حابين ديروا، حابين تخليوها هكا، انا خليتها هكا عجبتني. جاء هايل.
مهم حبيباتي، لأول مرة دخلت القناة، نتمنى دير اشتراك وتفعل الجرس باش يدخلها جديد القناة دائما، ونتمنى ديروا حمل التوصيل للقناة تاعكم هذه باش تنجح وتوصل على الأقل 100 ألف قبل العيد إن شاء الله، كما راني ندير لكم المستحيل ونجيب لكم في الجديد والمفيد. نتمنى حتى نتوما تعاونوني حبيباتي في كل فيديو تبارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء في جميع وسائل الاتصال. خليكم على خير حبيباتي، إلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو المقبل، ومع السلامة. ما تنساوش لي جامي تخلي قناتكم هذه تبان في صورة البحث. إلى اللقاء.